دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين، بيعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي. النهاردة هتبدأ شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال يوليو الجاري، وهي مقديشو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار وأيضاً خط الجيبوتي. ومن المخطط تسير رحلات جوية للعاصمة الإيفوارية أبيدجان اعتباراً من اليوم بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الحد والثلاث والجمعة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار دور نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب أسبانيا مع منتخب فرنسا في تمام الساعة 10 ليلاً.